بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من جديد وعلى طريق المشاية في يوم آخر، نلتمس على مدى هذا الطريق كل الحب، كل العشق، كل العطاء، كل الإيثار. نلتمس صفات الكرم التي رأيتموها ونراها على مدى هذه الأيام مشاية إلى الإمام الحسين، إلى إمام العشق، إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم وفي نفس المجال وعلى نفس الطريق نحاور من جديد الدكتور كلود عطية من لبنان. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً وسهلاً بك دكتور. كيفكم اليوم؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. أحسن بوجودكم. الله يبارك. بوجود الإمام الحسين عليه السلام. كل شيء بخير. أهلاً وسهلاً. نذكر لمتابعينا الكرام، الحلقة الماضية كان آخر حديثنا عن الإعلام ومدى أهمية الإعلام، فسنأخذ هذا الموضوع من جانبين دكتور من بعد إذنك. الجانب الأول هو مدى تضليل الإعلام عن حقيقة الأربعين، لأنه الكثير ينشرون جوانب معينة ويركزون على جوانب معينة من الأربعين تجعل صورة الأربعين لا تصل كما هي دقيقة وبحقيقة النهضة التي جاء بها الإمام الحسين سلام الله عليه. والنقطة الثانية سأطرحها عليكم فيما بعد. أول شيء أرحب بك دكتورة وأشكرك على الاستضافة من جديد. أهلا وسهلا دكتور، نحن الذين نشكرك على تلبية الدعوة. شكرا، شكرا جزيلا. موضوع مهم جدا صراحة، يعني موضوع الإعلام اليوم هو أساسي في طرح كل المواضيع، وخاصة بظاهرات مثل ظاهرة الإمام الحسين. نعم. ظاهرة الأربعين. نعم. وبالتالي موضوع الإعلام هو كما نعلم هو سلاح ذو حدين، ممكن قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. نعم. ولكن للأسف اليوم موضوع الإعلام على مستوى نقل هذه الظاهرة ونشرها إلى العالم يكون بشكل سلبي عند الغرب وعند الإعلام الغربي وعند بعض الدول العربية والإسلامية التي تنقل مشاهد مختلفة عن ما يحصل اليوم على أرض الواقع. نعم. برأيكم دكتور كلود، ما هي المواضيع التي معظم الوقت هي التي تطرأ على الأذهان أول ما نتكلم عن الأربعين؟ نحن هدفنا الآن أن نوصل معلومة حقيقية عن الأربعين، فلكي نوصل هذه المعلومات الحقيقية كقسم إعلامي أيضاً وبوجودكم وحضوركم كشخصية أيضاً عندها حضور في الإعلام، نريد أن نبين الخلل ومن خلاله نبني لشيء جديد في الإعلام. هناك من كان يصور الأربعين بأنه ظاهرة دم. نعم صحيح. الإعلام كان يصور الأربعين بأنه ظاهرة دم، لأن هناك متدينين يلطمون أنفسهم حتى يسيل الدم من أجسادهم، وهذه الظاهرة كانت تثير الريبة عند المجتمعات الغربية وعند المجتمعات الإسلامية، بعض المجتمعات الإسلامية والعربية، وكان يصور لهم بأن هذه الظاهرة، ظاهرة كربلاء، هي ظاهرة خارج إطار الإسلام وخارج إطار الأخلاق الإسلامية والتعاليم الدينية الإسلامية. ولكن هذا الموضوع هو موضوع مختلف عندما نأتي إلى أرض الواقع، عندما نشاهد ما شاهدناه اليوم من خلال هذه المشايا، من خلال استقبال هذا الأمر، من خلال استقبال العراقيين، يعني من خلال الضيافة والكرم والجود عند العراقيين، من خلال هذه العلاقات الأخلاقية. نعم. والإنسانية والتكافل الاجتماعي والتطوع. نعم. الموجود من كل الطوائف ومن كل المذاهب ومن كل المناطق ومن كل بلدان العالم. نعم. كل هذا يبرهن للعالم، شرط أن ينقل إعلامياً. هنا الفكرة هنا الأساسية، النقطة الأساسية، نحن نشاهد بالعين المجردة هذا الموضوع، ولكن كيف ينقل إعلامياً للعالم؟ هنا الفكرة الأساسية، هنا الإشكالية البروبلماتيك. يعني طيب، بحكم أنكم دكتور من مدينة غير أو من بلد عفوا غير العراق، ومن ثقافة مختلفة عن الإسلام، هل تصل حقيقة إلى العالم هذه الصورة بالطريقة الصحيحة اليوم؟ على المستوى الشخصي. نعم. قبل أن أتي إلى هنا كانت هناك فكرة مغايرة. لماذا؟ لأن هناك تغييب إعلامي لظاهرة الأربعين. نعم. وهذه ملاحظة مهمة جدا. هناك مثقفين، هناك أساتذة جامعيين، هناك باحثين. نعم. لا يعلمون بأن ظاهرة الأربعين هي ظاهرة مهمة للدراسة ومهمة. نعم. للتحليل ومهمة للتفسير، لأنها ظاهرة تستحق فعلا هذه الدراسة. نعم. خاصة أننا تحدثنا دكتور بعد إذنك، أننا تحدثنا على مدى القيم ومدى الشعارات الموجودة في قضية الحسين سلام الله عليه وفي الأربعين، هي يعني عندها هذا العمق الذي يدرس ويدرس اليوم 100%. الموضوع هو التالي، الفكرة الأساسية أن هناك سوء فهم
وجهل بنفس الوقت لموضوع الأربعين ولموضوع ظاهرة الظاهرة المليونية في يوم الأربعين، زيارة الأربعين. نعم. سوء الفهم والجهل هو ناتج إما عن شيء مقصود من خلال الدول الغربية التي تعتبر أن هناك طفرة، هذا جانب كبير من أن الموضوع، هناك طفرة دينية موجودة اليوم في كربلاء. هذه طفرة تخيف المجتمعات الغربية التي ابتعدت عن القيم واللي ابتعدت عن الدين وابتعدت عن الإنسانية واتجهت باتجاه الفردنة واتجاه العلاقات المزوية. سنتكلم عنه في الجزء الثاني. موضوع خطير جدا. وبالتالي هذه الفكرة لسوء فهم الدين أو تفسيره كما يريدون هم، تفسير الظاهرة كما يريدون هنا، ظاهرة دم وظاهرة قتل وظاهرة ما بعرف شو، كل هذه الأمور تتطلب منا أن نوضح للعالم إعلاميا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة مختلفة تماما. هي ظاهرة أخلاقية بامتياز، هي ظاهرة تنقل أخلاق الإمام الحسين عليه السلام. نعم. وكما الذي واجه العالم من أجل الإنسانية ومن أجل الحق ومن أجل العدالة ومن أجل الإصلاح. بالضبط. كما رأيتم اليوم العمل، يعني مثل ما ترون الآن من العتبة العباسية، هناك عمل الحقيقة أنا أراه جبار لإيصال هذا الفهم عن حقيقة الإمام الحسين وخاصة عن حقيقة الأربعين. لأنه اليوم دكتور الإعلام يعتبر السلاح الأقوى طبعاً في بناء وعي الشعوب. اليوم قضية الإمام الحسين سلام الله عليه قضية تحمل كل معاني القيم الإنسانية التي تكاد هدمت اليوم في العالم أجمع. والسبب لهذا أنا أعتبر أن الإعلام عنده الدور الأساسي في هذا الأمر. ما رأيكم؟ سبق وأشرت منذ قليل على أهمية أن ينقل أو تنقل هذه الظاهرة عالميا بشكل كبير جدا، بشكل موفق. اليوم الإعلام الذي القادر على أن ينقل هذه الظاهرة بتفاصيل معينة من المشايا وصولا إلى المواكب الحسينية، وصولا إلى الضيافة والكرم، وصولا إلى المؤتمرات والندوات الإعلامية حول هذا الموضوع، أن يوفق كل هذا، ولكن أن ينقله، أن يكون هناك إمكانية مالية وإمكانية لنقل هذه لنقل هذا الحدث إلى كل أنحاء العالم، هذا يؤدي إلى نتائج مرضية. نعم. ولكن أن يكون الإعلام فقط محلي، ضمن إطار محلي، ضمن إطار العراق أو ضمن إطار حتى المجتمع أو المجتمعات العربية، هذا لا يؤدي إلى أن تفسر هذه الظاهرة بشكلها الطبيعي والحقيقي. هل ترون؟ وبالتالي نحن نحتاج إلى أن تصل الرسالة إلى العالم، إلى كل أنحاء العالم. هل ترون أنه هذا الاحتياج هدفه الأساسي هو حاجتنا إلى قيم ثورة الإمام الحسين للعالم؟ القيم الإنسانية موجودة، هناك حضارة إنسانية خطها الإمام الحسين بالدماء، هذه الحضارة لا يمكن أن تمحى، أصبح واضح للعيان. هذه الحضارة موجودة، موجودة عند العراقيين، موجودة عند المؤمنين، موجودة عند كل إنسان حر في هذا العالم، إن كان بالعالم العربي أو حتى في العالم الغربي. هناك وفود من كل بلدان، من أوروبا ومن الغرب ومن أمريكا ومن سويسرا، كل العالم موجود اليوم هون. نعم. بس ولكن لا يكفي أن ينقل هؤلاء هذه الحضارة أو يعني هذه الظاهرة. أنتم تنصحون بنقل الشكل بطريقة فقط. أكبر. نحن نحتاج إلى وسائل إعلامية منتشرة إلى... نعم. في كل أنحاء العالم لكي تحقق هذه الظاهرة. ولكن هذه ليست موجودة منذ سنوات وعشرات السنوات فقط لأننا نواجه استعمار فكري غربي يريد أن يبقي على هذا المجتمع ضمن هذا الإطار الضيق، ضمن هذا الإطار التديني، ضمن الشعائري الطقوسي الديني، فقط عند الشيعة أو فقط عند العراقيين. دكتورة، نحن نعيش استعمار فكري ثقافي غربي ممتد منذ عشرات السنوات. هذا الاستعمار ما زال حتى اليوم. لماذا؟ لأنهم لا يريدون اختراق هذه المجتمعات بظاهرة مليونية كظاهرة الأربعين. لماذا؟ لأنهم تعودوا على الانفتاح الثقافي، الانفتاح القائم على هدم القيم، القائم على الأخلاقية 100%. وبالتالي نحن اليوم في ظاهرة أربعينية أصبحت من أهم الظواهر في العالم، ظاهرة كونية بامتياز، ظاهرة تشمل أجناس وألوان وأعراق وأديان من كل أنحاء العالم. وبالتالي الغرب لا يهمه هكذا ظاهرة أن تنتشر وأن تصل إلى دوله وإلى شعبه. هذا بصريح العبارة. نعم، أحسنتم. إذن اليوم دكتور يمكن أن نقول أن هذه الحرب التي تشن والتي هدفها هدم هذه القيم، عملهم على التضليل وإخفاء حقيقة الأربعين وحقيقة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه التي
كما قلتم هنا تتأكد أنها إنسانية. هم يشتغلون على محو التام لهذا الذكر لكي لا يكون هناك صحوة إنسانية. هم تعودوا دكتورة على أن الإسلام هو الإسلام العنف والتطرف والقتل والدمار والدم، وهم لا يدركون أن الإمام الحسين عليه السلام قد وضع إطار إنساني مختلف، حضارة إنسانية مختلفة قائمة على العدل، على المساواة، على الحق، على نبذ التطرف، على الإخاء، على المحبة بين المسلمين، وعلى التقارب بين المسلمين وبين العالم، مش بس المسلمين. الإمام الحسين يتخطى الفكر الإسلامي، يصل إلى فكر كل العالم، مسيحيين ومسلمين من كل أنحاء العالم. وبالتالي الغرب والإعلام الغربي يضلل الظاهرة الأربعينية وينشر حقائق مختلفة، ينشر حقائق كما تليق به وبسياساته وباستراتيجيته لهدم الدول وهدم القيم الإنسانية الموجودة في الدول الإسلامية، وخاصة اليوم في كربلاء المقدسة مع هذه الظاهرة المليونية. حتى أنه يتم ليس فقط نشر إخفاء القضية الحسينية، بل يركزون على نشر أشياء تجعل هناك حاجز بين الإنسان الذي يصبو إلى بناء هذه القيم الإنسانية، فيصبح عنده مثل الحاجز النفسي فلا يقترب من إما الإمام الحسين سلام الله عليه أو الأربعينية. ذكرا للموضوع النفسي، اليوم في شيء اسمه الإسلاموفوبيا. فوبيا، أحسنتم. شو يعني الإسلاموفوبيا؟ هو الخوف من الإسلام، الخوف إلى درجة العقدة النفسية بالضبط من الإسلام. وهم يريدون أن لا يخترق المجتمع الإسلامي أو الفكر الإسلامي مجتمعاتهم. هذه المشكلة هي مشكلة خطيرة جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري. طبعاً. اليوم نحن اليوم في حضرة الإمام الحسين، في حضرة ثقافة إنسانية، ثقافة الحياة، بحضرة حضارة إنسانية عريقة جدا، بحضرة العالم بأسره. اليوم في كربلاء المقدسة، لماذا لا تصور الدول الغربية هذه الظاهرة بما هي حقيقة، بمعنى أنها ظاهرة إنسانية، ظاهرة أخلاقية، ظاهرة فيها من الكرم والجود والضيافة والتطوع والكفالة، تبين الجانب كل الإيجابي هذه المفاهيم التي هي تدعي بأنها تنشرها في العالم. أبرزها المواطنية وحقوق الإنسان، هذه كلها موجودة اليوم هنا ونشاهدها بالعين المجردة هنا. صحيح. ولكن لا يريدون خوفا من تمدد وانتشار هذا الفكر، الجيد في أنحاء العالم. أحسنتم، صدقتم دكتور. ونحن اليوم صراحة نعاني كثيرا من التضليل الذي يقع، إن كان على الإسلام، إن كان على القضية الحسينية، ليس فقط للغرب أو لديانة غير الإسلام، أنا حتى في مذاهبنا فيما بعد يقع هناك تضليل كبير بين الطوائف الإسلامية في حد ذاتها، بين المذاهب في حد ذاتها. هناك حواجز نفسية مبنية عن الإمام الحسين، هناك من هو تجده أصلاً يمكن أن يكون من أحفاد الإمام الحسين في بلد غير العراق، وهو يخاف أول ما يتم ذكر الإمام الحسين هو يظن في ذهنه أنه ذاهب إلى شيء فيه من الخوف، فيه من الرعب، فيه من وكلامك صحيح يعني، وليس فقط للغرب. هم النزعة الطائفية والخلاف الموجود اليوم على مستوى الطوائف والصراع الطائفي هو موجود ومتجذر في مجتمعاتنا، ولكن من يؤجج هذا الصراع؟ ومن يؤجج هذا الخلاف؟ هم الدول الغربية، هم يلعبوا على وتر الخلاف الطائفي الدائم، لأنه كلما كان الصراع الطائفي موجود في بلداننا كلما كانت هذه الدول هو سلاح في الحقيقة ضدنا، هو سلاح ضدنا بامتياز. نعم. وبالتالي علينا أن نخلق حالة من الوعي، وعلى وسائل الإعلام المحلية والإسلامية، على وسائل الإعلام التابعة للعتبة العباسية أو العتبة الحسينية أو كل المسؤولين عن هذه الظاهرة، أن يلعبوا على وتر التوافق الإسلامي الإسلامي، التوافق حتى الشيعي الشيعي، التوافق الشيعي السني، التوافق الشيعي المسيحي. لأنه اليوم عندما تكون الطوائف الوقت فيها من العيش المشترك ومن الحياة الإنسانية سوف نصبح بمنطق مختلف. أحسنتم دكتور. على نقطة الوعي نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. شكرا دكتور. علمني في عتابك وعلمني آدابك، حاسبني عيد عينك بس لا تسيد بابك، ما رايد إحراجك بس أنا من يحتاجك، لا
تقطع أفضالك قطعة ومداجك أتوسل بقلبك لقلبك وطيب. نعود من جديد لنكمل مع الدكتور كلود عطية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك دكتورة. تحدثنا في آخر كلامنا عن أهمية الإعلام في بناء الوعي، هذا الوعي الصراحة الذي تعني دكتور بعد إذنك أقول لمشاهدينا أن هذا الوعي هو الأساس في بناء الإنسان. اليوم معظم وسائل الإعلام تسعى بطريقة جدا قوية لهدم الأسس وهي القيم اللي بأساسها القيم الأخلاقية بالأساس اللي احنا شايفينها، هدم الجانب الروحاني والذي نجتمع فيه نحن كمسلمين ومسيحيين في أهمية الدفاع على هذا الجانب الروحاني، ويشتغلون على الكثير من القضايا الأخرى. هذه القيم التي اليوم لما نحاول أن نجد شخصية قيادية نرجع إليها لكي نعيد بناء هذه القيم عندنا لنصل إلى مستوى الوعي الجمعي الذي يأخذ بنا إلى كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن أمة صالحة مصلحة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. برأيكم بما أننا تكلمنا عن الإعلام، الإمام الحسين سلام الله عليه تضليل عن قضية الإمام الحسين لكي تمحى كل هذه الجوانب لأنه قدوة اليوم والقدوة يمكن تكاد تكون الوحيدة التي يمكن أن نرجع إليها إضافة الإمام علي عليه السلام. أعرف عشقكم للإمام علي عليه السلام. أنا أتيت من بوابة الإمام علي إلى الإمام الحسين لأنني تعلمت وقرأت في نهج البلاغة مفاهيم أساسية ومهمة جدا. هنا نربط هذه المفاهيم التي تحدث عنها الإمام علي عليه السلام بمنطق الحق والعدالة والإنسانية. هذه المفاهيم يجب أن تدرس لأطفالنا ولشبابنا وتدرس من منطلق الوعي ومنطلق الفكر ومنطلق الإدراك. عندما يتم بناء مدرسة قائمة على الوعي، مدرسة دينية قائمة على الوعي، نستطيع أن نصل إلى أن نحقق غاية الإمام الحسين عليه السلام بتطبيق راية الإنسانية وراية المحبة وراية الأخلاق والقيم الإنسانية والإصلاح في مجتمعات. نعم أحسنتم. والإمام الحسين سلام الله عليه يعني هو ابن الإمام علي عليه السلام. نعم. يعني التربية قائمة من هذه المدرسة الكبرى. نعلم أنكم تدرسون. نعم. حتى طلابكم تستشهدون بأقوال. نعم. الإمام علي. نعم. عليه السلام. فجدا مهم اليوم كإنسانية ونرجع ونقول كما قلتم في أول حلقة ليس مسيحي وإنما إنساني. صح أحسنتم. أن نجتمع سويا، المشروع اليوم الذي نتمنى أن نبنيه نحن ونحاول، ترون اليوم العتبات تحاول أن تخرج حقيقة فكر الإمام الحسين للعالم، لكن نحتاج أيضا من جانب يمكن المسيحيين أن يكون هناك تعامل بيننا، ما رأيكم؟ في موضوع مهم جدا هو أن نربط من خلال بناء الوعي ما بين العقل والقلب. اليوم عندما نتحدث عن شعائر دينية وطقوس دينية نذهب باتجاه العاطفة ونذهب باتجاه القلب والمحبة والعشق للإمام الحسين عليه السلام، بس ولكن الإمام الحسين عليه السلام لا يريد فقط هذه المشاعر وهذه العواطف بعيدا عن لغة العقل التي تحدث عنها والده الإمام علي عليه السلام. لغة العقل عندما ترتبط بلغة القلب نستطيع أن نبني مجتمع صالح ونبني مجتمع قائم على الأخلاق وقائم على الإنسانية وقائم على الانفتاح على كل شعوب العالم من هذا المنطلق الديني الأخلاقي الذي يحترم الإنسان ويحترم الآخر. أحسنتم صدقتم. وهنا لهذا قلت أنا مشروع، لأنه اليوم ما عاد عندنا مشروع حقيقي لإعادة بناء هذا الوعي في المجتمعات، وأظن أن نحن وأنتم في المصيبة سواء. نحن نستطيع أن نبني هذا المشروع، نبني هذا المشروع من خلال تدريس الوعي ومن خلال خلق هذا الوعي عند أجيالنا. الوعي هو السلاح الوحيد المقابل للجهل ومقابل لهذه السيطرة الإعلامية التي تضلل حقيقة هذه الظاهرة وظاهرة الإمام الحسين عليه السلام، ظاهرة كربلاء، وتضلل القيم والمفاهيم الأخلاقية والإنسانية الدينية الإسلامية أو حتى المسيحية، لأن هذه الأديان هي أديان سماوية ترتبط ببعضها البعض وكلها قائمة على الإنسانية وعلى المحبة وعلى احترام الإنسان واحترام الآخر. وبالتالي بناء الوعي على هذا الشكل الذي يرتبط فيه العقل مع القلب يصل إلى درجات متقدمة في مجتمعاتنا ويصل إلى درجات
تواجه السلاح الغربي في تهديم القيم الإنسانية والأخلاقية الموجودة عندنا. يمكن أن أقول أنا أنه يصل إلى البصيرة، إلى أن تكون عندنا البصيرة وهذا الإدراك والوعي الأعلى في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتنا مع بعض، كمثل ما يقول رب العالمين جل في علاه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليسري معروف فيما بيننا. لكن دكتور كلود، اليوم لما ننظر هكذا بعين مجردة للمجتمعات نرى أنه، تكلمتم عن الإعلام، عن التعليم عفوا، أن يدرس هذا الأمر، الخراب وصل إلى درجة جدا كبيرة. ولعله أن رؤية المخلص عندكم ورؤية الإمام المهدي سلام الله علينا اليوم تكاد تكون وصلنا إلى حدة كبيرة تجعلنا محتاجين إلى أن نجتمع سويا على هذه الفكرة. ما رأيك دكتورة؟ نحن أمام حضارتين اليوم، هناك حضارة تهدم القيم الإنسانية وأصبحت تتفاخر بالانفتاح الثقافي والانفتاح الذي وصل إلى حدود الشذوذ الجنسي وحدود الانحلال الأخلاقي اليوم، وهي التي تسوق لهذه المفاهيم في كل أنحاء العالم، في مقابل حضارة إنسانية أخلاقية هي تحاربها لأنها حضارة قادرة أن تخرق كل مجتمعات العالم من خلال هذه القيم ومن خلال هذه المبادئ التي تقوم عليها. وبالتالي اليوم بناء الوعي هو سلاح حقيقي في مواجهة هذا المشروع التخريبي الموجود اليوم في الدول الغربية وحتى في بعض الدول العربية. النقطة الثانية، أننا كمسيحيين وكمسلمين ننتمي إلى عقائد إلهية وعقائد حقوقية ووجودية، يجب أن نتصالح مع أنفسنا. التصالح مع الذات يأتي بالدرجة الأولى عن طريق بناء الوعي، وبناء الوعي هو الذي يخلق هذه البصيرة عن طريق الفهم والإدراك وكيفية التعامل مع كل المشاريع الإلغائية في هذه البلدان الغربية وغير الغربية. هذه المشاريع الإلغائية لا يواجهها إلا مشروع واحد، هو المشروع الذي قام عليه المسيح عليه السلام وقام عليه اليوم الإمام الحسين عليه السلام، الذي يأتي كل العالم كلنا مفتخر، نحن على هذا الأمل أن يكمله مفتخر بهذه الإنسانية التي خلقها في إطار كربلاء وغير كربلاء. نعم، أحسن الله إليك دكتور. بصراحة أنا أريد أن أوجه كلام هكذا من القلب، وكم هو جميل أن نسمع رؤية الإمام الحسين ورؤية آل البيت ورؤية مدى عظمة هذا المشروع الذي لأجله استشهد الإمام الحسين من عيون غير مسلمة. حقيقة هذه رسالة تكاد تكون من أعظم الرسائل التي يمكن أن تنقلها لنا طريق أو ينقلها لنا طريق المشاية إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. أحبابنا ومتابعينا، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة بإذن الله لنرى حقيقة ثورة الإمام الحسين، السير إلى هذا العشق، سر هذه الثورة من عيون غير العيون التي تعودنا عليها، ولكن عيون نرى حقيقة من خلالها كما رأينا من خلال عيون دكتور كلود عطية. أهلا وسهلا بك دكتور، حقيقة هذه الثورة الحسينية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.